السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. عارفه راسي شحال هذه غبرت عليكم ما حطيت حتى شي فيديو. اليوم كما كتعرفوا ما عنديش بزاف، يعني ما كنبغيش نشارك بزاف الحياه ديالي الشخصيه مع الناس، ولكن هذه واحد الرحله بغيت نشاركها معكم اللي هي متميزه وفريده من نوعها. كما سميتها انايا رحله الى الحياه. هذه واحد الرحله مشيت كنتعرض للام ديالي لايغوبور ديال فاس، بحكم انا بعيده كنسكن بعيده على مدينه فاس، فمشيت تعرضت ليها المطار وكانت واحد الفرحه كبيره. بطبيعه الحال بلا الخبر ديالها، هي نورمالمون كتعرف بان ديما انا اول وجه، اول وحده اللي كتشوفني معرضه لها في لي زايغوبور، يعني فين ما نزلات وفين ما جات كتلقاني انا الاولى، وانا عاطيه هذا الوعد لنفسي انني كنكون انا اول وحده، وما بغيت حتى شي واحد يشاركني فيها الوالده، انني كنعرض لها انا الاولى، انا والعائله الصغيره ديالي. فهاد المره بطبيعه الحال ما كانتش هي كما قلت لكم، راه نورمالمون راه متوقعه بانني واخا ما كنقولهاش انا راني غادي نجي نعرض لك حتى كتلقاني، ولكن حتى كنسول على لاغيفي ديالها، النهار ديال لاغيفي والساعه ديال لاغيفي، وكندبر اموري مزيان وكنخطط لكل شيء. مي هاد المره كانت شويه حاله خاصه، يعني بحكم كتخلي هي الدار ديالها مسدوده، معرضه للغبار، معرضه لبزاف الحاجات، وكانت هاد المره مشات غابت 9 شهور وخلات نسات واحد جوج سراجم مفتوحين. فراكم عارفين الغبره ديال 9 شهور كنجلسوا حنايا غير سيمانه ولا ما نسيقوش الدار وما نخملوهاش، راه شوفوا الدار كي كتولي وما بالكم 9 شهور كامله. فمشيت انايا دبرت اموري ومشيت بالنهار قبل وجمعت لها كل شيء وصوبت لها الدار، خملت لها الدار، الحمد لله. كانت كنبغي نشوف هذا الشيء كله درتو، علاش؟ حيت كنبغي نشوف داك ليكسبريسيون ديال المفاجاه في وجهها، يعني كنبغي نشوف داك التعبير ديال وجهها منين تكون هكذاك مفاجئه. يعني جريت بزاف وهذا الشيء كامل غير باش نشوف يعني ديك الريفلكس ديال المفاجاه ديال لا سوربريز في وجهها، وكنبغيها تكون فرحانه بزاف. هي حياتي وهي مهم، بغيت نقول لكم هي الاكسجين باش كنتنفس. كنتمنى لها ان شاء الله طول العمر، ونتمنى لها ان شاء الله ربي يشافيها ويسعدها في حياتها يا ربي، ويحقق لها داك الشيء اللي كتمنى. نخليكم مع الفيديو اللي هو غير قصير في 5 دقائق، فرجه ممتعه. لا كاينش لعاب، لا بطبيعة الحال كان معنا اعز خال عندي في هذاك اللي كنت هضرت لكم عليه في فيديو، راه ديجا هضرت عليه في الفيديو السابقين ديالي، اللي كنعتبره بطبيعة الحال في مرتبة الاب ديالي عاوتاني، حتى هو بنفس الحنان نفس الاهتمام، مهمة ما كاين ما نقول لكم. ومشينا هنايا صافي، الوالدة وصلت على خير وبخير الحمد لله، ومشينا نتغداو بطبيعة الحال. هي عاد من ورا هادشي غتكتشف المفاجأة. مشينا تغدينا فإلا بغيتي تقولوا احسن مطعم ديال الحوت اللي كاين في فاس، اللي كنصح به كاع الناس. هذا ماشي اشهار، ما عندي حتى شي علاقه بالمطعم ولا المهم هذا ماشي اشهار، يعني الا بغيتوا تاكلوا الحوت الطري بالاختيار ديالكم، وبواحد فواحد المحل اللي هو نقي 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 بزاف وثمن مناسب. هو مطعم اهل فاس
سميتو مطعم اهل فاس اللي كائن بحي عين قادوس فاس. مطعم اهل فاس كاين في عين قادوس. الا بغيتو تاكلوا الحوت الطري وكانكم عايشين في مدينه ساحليه، يعني ما كنظنش مدينه ساحليه وزعما يسمحوا لي الناس في المغرب كاين شي ريستوران بهذا المستوى وبهذا النقاوه وبهذا الرخامه تبارك الله. وداكشي المهم داكشي بلا ما يعني غير الدخله ديالو غتفتح لك الشهيه تاكل واخا ما يكونش فيك الجوع. وداك الشيء نقي وداك البيرسونيل وداك لو سيرفيس زعما ما كاينش انا كما قلت لكم بحالو فانجيبو بحال هذا النهار نهار مبروك راه حطك علينا.